هل بلغكم ورع في ورقه؟ ورقه، هكذا كان ورع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لو شئنا أن نتحدث عن ورعه وزهده فحدث ولا حرج. في يوم كان في اليمن قد ذهب عند واحد يبيع ثوم وحمص وخبز، فخلى عنده رهن سطل، فلما رجع الإمام أحمد بالمال طلب منه أن يأخذ السطل يفك الرهن، فجاء الرجل بسطلين قال أيهما لك، وكان متشابهين، فقال الإمام أحمد لا أدري، وترك السطلين وترك المال. فجاء رجل إلى البائع قال يا رجل أتيت إلى رجل من أهل الورع ففعلت به ذلك؟ قال والله إن هذا لسطله بعينه. فقال الإمام أحمد أنت في حل منه ومن المال. هل وصلكم ورع بهذه الدرجة؟ حتى كان يسمى إمام المسلمين، فكانت له من المكان ما ليس للخلفاء، بل كان الناس يتبركون بالنظر إليه كما يقولون. هكذا وصلت مكانة الإمام أحمد، إلا أن ذلك لم يشغل الإمام أحمد، فظل على سمته في صدقه مع ربه. كان رحمه الله من أشد الناس عبادة. يقول عنه شيخه عبد الرزاق الصنعاني كان أحمد إذا صلى يذكرني شمائل السلف. فليست قضية ركوع وسجود وقراءة وتسبيح، لأن هذا هو هيكل الصلاة، أما روح الصلاة ومعناها فالحضور والعبودية والخشوع والخشية ومناجاة الله سبحانه وتعالى. كان كثير الالتجاء إلى الصلاة، وكان إذا دخل في صلاته يقولون عنه لا يدري عمن حوله. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد رأيت أبي لما كبر وأسن واجتهد في قراءة القرآن اجتهد في كثرة الصلاة بين الظهر والعصر، فإذا دخلت عليه انفتل من الصلاة، وربما تكلم وربما سكت، فإذا رأيت ذلك خرجت، فيعود لصلاته. ما يحب يصلي بوجود أحد، حتى ابنه، حتى تكون صلاته خاشعة خالصة مقبولة لا رياء فيها. ومع ذلك كان يعرف أولويات الأمور، فإذا كانت له فرصة علم مع إنسان يمكن أن يستفيد منه آثر العلم على هذه العبادة. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول ما صليت اليوم غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. إذا ننظروا لما تحدث فرصة علم يقدم العلم على النوافل، هكذا يفهم الإمام أحمد الأولويات، وهكذا فهمها من قبله الإمام مالك. وكان عندما يصلي صلاة العشاء ينام بعدها نومة خفيفة، ثم يقوم بعد ذلك فيظل يصلي إلى الليل ويصلي إلى الفجر ويكثر من الدعاء في صلاته. يقول إبراهيم بن شنباس كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. هذا وهو غلام كذلك، فما بالكم وهو في إمامته للمسلمين. وكانت قراءة القرآن من أجل الذكر عند جميع السلف، وكانوا يحرصون على التأمل في آيات الله رب العالمين. يقول عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ في كل يوم سبعا، يختم في كل سبعة أيام، كانت له ختمة في كل سبع ليالي غير صلاة النهار، فكل سبعة أيام يختم القرآن. انظروا إلى هذه الهمة وهذا الحرص على كتاب الله رب العالمين. وكان إذا قرأ القرآن أحيانا يسر به وأحيانا يجهر به كما هو في السنة. وكان يكثر من الدعاء، وله أدعية لطيفة دعوني أشارككم بعضها. يقول
عبد الرحمن ابن زاذان: كنت في المدينة بباب خراسان، وقد صلينا وأحمد بن حنبل حاضر، فسمعته يقول: اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو يظن أنه على الحق وليس هو على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. شوفوا حرصه، ما يتمنى على هؤلاء الضالين أن يهلكهم الله، لا، يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يردهم إلى الحق، حرصا عليهم وحرصا على من يمكن أن يتأثر بهم. ومن أدعيته: اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا ترنا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا من حيث أمرتنا، أعزنا ولا تذلنا، أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. ومن أدعيته رحمه الله: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الذل إلا لك، اللهم لا تكثر لنا فنطغى، ولا تقل علينا فننسى، وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: كنت أسمع أبي كثيرا يقول في دبر صلاته: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. يقول عبد الله: سألته: أسمعك تكثر من هذا الدعاء، فعندك فيه أثر؟ فقال لي: نعم، كنت أسمع وكيع بن الجراح كثيرا يقول هذا في سجوده، فسألته كما سألتني، فقال: كنت أسمع سفيان الثوري يقول هذا كثيرا في سجوده، فسألته فقال: كنت أسمع منصور بن المعتمر يقول هذا. إذن حتى دعاءه كان يحرص على أن يقتدي بآثار التابعين رحمهم الله. يقول القاسم بن الحسين الوراق: أراد رجل الخروج إلى طرسوس، فقال لأحمد: زودني دعوة فإني أريد الخروج. فقال له: قل يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين، يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين. فسبحان الله، خرج هذا الرجل فأصابته شدة وانقطع عن باقي القافلة وضاع، فدعا بهذا الدعاء فسبحان الله دل الطريق، فجاء فأخبر الإمام أحمد، فقال له أحمد: اكتمها علي، لا تروح تكلم بالناس إن مستجاب الدعوة، ما أحب هذا. فلم يحدث بها حتى مات. في نصيحته في كتاب الصلاة يقول للقارئ: إنك لا تدري هل تقبل منك صلاة قط أم لا، ولا تدري هل تقبل منك حسنة قط أم لا، هل غفر لك سيئة قط؟ ثم أنت بعد ذلك كله تضحك وتغفل، ولا ينفعك العيش إذا جاءك اليقين أنك وارد النار، أنت متأكد أنك ستمر فوق النار، وإن منكم إلا واردها، ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها ثم ننجي الذين اتقوا. هل أنت متأكد أنك ستنجو؟ أنت متأكد أنك ستمر فوق النار؟ هل تأكدت أنك ستنجو؟ فمن أحق بالبكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك؟ ثم مع هذا لا تدري، لعلك لا تصبح إذا أمسيت، ولا تمسي إذا أصبحت، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار. وإنما ذكرتك يا أخي هذا الخطر، إنك لا
لحقيق ألا تفرح بأهل ولا مال، وإن العجب والعجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة وفي كل ساعة. توقع أجلك يا أخي، ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي قد أضلك، فإنك لا بد ذائق الموت ولاقيه، ولعله ينزل في ساحتك في صباحك أو مسائك أيسر ما تكون عليه إقبالا، فكأنك قد أخرجت من ملكك كله. يعني قد يأتيك الموت فجأة وأنت ما تدري، وأنت تظن أن بعد الأموال والأملاك، فتخرج من كل هذا وأنت مقبل عليه، فإما إلى جنة وإما إلى نار. انقطعت الصفات وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتها ومعرفة قدرها والإحاطة بغاية خيرها. أما سمعت يا أخي قول العبد الصالح: عجبت للنار كيف ينام هاربها، وعجبت للجنة كيف ينام طالبها. وكان يحب من أبيات الشعر بالذات ما فيه هذه المعاني. قال أحمد بن يحيى ثعلب: دخلت على أحمد بن حنبل فرأيت رجلا كأن النار توقد بين عينيه، يعني من شدة حرصه وخوفه من النار كأنه يرى النار بين عينيه. فقال: من الرجل؟ قلت: ثعلب. فقال: ما الذي تطلبه من العلم؟ قلت: القوافي والشعر. يقول: ووددت لو أني قلت غير ذلك. يعني الإمام أحمد ما هو مشهور بالشعر والقوافي، لكن هذا اللي خطر في بالي في تلك اللحظة. فقال: اكتب ثم أملى علي. شوفوا حتى الأبيات اللي اختارها أبيات في منتهى الروعة في معاني الإيمان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب. لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم، وخلفت في قرن فأنت غريب. إذن تذكر دوما أن الله سبحانه وتعالى يراك. وكثيرا ما كان يردد: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار. سبحان الله، الحرام اللذة، هناك أحيانا لذة في الحرام، هذه اللذة تذهب، لكن ماذا يبقى؟ يبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يا الله، ما أجملها من كلمة، ما أجملها من كلمة. كيف أن اللذة لا خير فيها إذا كان بعدها النار. كل هذا جعل الإمام أحمد يرقى حتى صار عمدة الفقهاء وحجة الحفاظ ورأس المحدثين وإمام الزهاد والعباد. فإذا أضفت إلى هذا تواضع وبساطة في الحياة، يستقبل الجميع في بيته، حتى كان الناس بل علماء الناس يسعون إليه في البيت، يأتون إليه في المسجد، يأتون إليه. يروي أبو نعيم الأصفهاني أن إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: رأيت، يقول هذا رجل شهد بنفسه، يقول: رأيت علماءنا مثل الهيثم بن خارجة ومصعب الزبيري ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وعبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وعلي بن المديني وعبيد الله بن عمر القواريري وأبي خيثمة زهير بن حرب وأبي معمر القطيعي ومحمد بن جعفر الوركاني وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي ومحمد بن بكار بن الريان وعمر بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب المقابري العابد وشريح بن يونس وخلف بن هشام البزاز وأبي ربيع الزهراني.
في من لا أحصيهم، يعني هذا بعض الذين سأذكرهم، عدد هائل لا أحصيهم من أهل العلم والفقه، يعظمون أحمد بن حنبل ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه للسلام عليه. هؤلاء بعضهم أهل فقه وبعضهم أهل حديث وأهل عبادة، أنواع من العلم، كل واحد من هؤلاء وصل إلى مرتبة العلم بل الإمامة، ومع ذلك كانوا كلهم يبجلون الإمام أحمد، وكانوا يطلقون عليه في حياته لقب شيخ الإسلام. هذا اللقب نادر في ذلك الوقت، شيخ الإسلام، وربما كان أول من أطلق عليه هذا اللقب هو الإمام أحمد رحمه الله. تجمعت له معاني الإخلاص والحرص على العبادة ودرجات العلم السامية والرقي في الأخلاق، حتى يقول أبو نعيم الأصفهاني أنه لما مات الإمام أحمد قال أحمد بن إبراهيم الصوفي: قال لي رجل من أهل العلم وكان حبرا فاضلا يكنى بأبي جعفر، قال: أتدري من دفن اليوم؟ هل تعرف من دفن هذا اليوم؟ فقلت: من؟ يعني طبعا معروف أن دفن الإمام أحمد، بس هو أكيد يقصد شيء آخر. قال: هل تعرف من دفن اليوم؟ قلت: من؟ قال: سادس خمسة، خمسة ما في مثلهم، هذا سادسهم. قلت: من؟ قال: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد بن حنبل. هكذا وصلت مكانة الإمام أحمد في قلب صفوة العلماء وعامة الناس. بدأ الناس يتفننون بإطلاق عليه الصفات، كل واحد يعطيه لقب، كل واحد يعطيه صفة، واشتهر بلقب الإمام، واشتهر بلقب إمام أهل السنة. أريد أن أقف وقفات مع علم الإمام أحمد. الإمام أحمد ترك وخلف مذهبا كاملا تسير عليه آلاف بل مئات الألوف من هذه الأمة. هذا المذهب تميز عن غيره من مذاهب الإسلام، تميز عن مذهب أبي حنيفة وعن مذهب مالك وعن مذهب الشافعي، تميز. فلنقف وقفات لنرى هذا التميز. الأصل في هذا الفرق يرجع إلى الأصول، أصول الفقه. والأصل في كل عالم وفقيه أن يكون في فقهه متأثرا بشيوخه، يسير على طريقتهم، يتبع منهجهم، وطبعا يندر جدا أن تحدث مخالفة لهذه القاعدة إلا من سافر واحتك بعلماء من مناهج أخرى. بعض الناس ما يتعلمون إلا على طريقة واحدة، ولذلك يتبنونها بالتبني بالكامل ويتحمسون لها ويدافعون عنها، لأنهم لم يعرفوا غيرها، لم يعرفوا غيرها معرفة الوثيقة. يعني قد يدعون أنهم يعرفون غيرها، لكن الحقيقة أنك إذا لم تخالط أصحاب الآراء الأخرى لا تعرف حقيقة هذا الرأي.